اوعى تعمل حسابات الكابل من غير ما تاخد في الاعتبار الدريتنج فاكتور. ايه هو الدريتنج فاكتور؟ هو معامل اختزال لتيار الكابل، بيقلل التيار اللي في الكابل نتيجه للظروف اللي هيتحط فيها الكابل. لما كان الكابل موجود في المصنع، سواء كان على المكنه في التصنيع او سواء كان اتلف على البكر واتحط على العربيات، هو لسه لغايه دلوقتي ما اتطبقش عليه ظروف الموقع. لما ينزل الكابل ويتسحب في الموقع، سواء تحت الارض دايركت بارد او في ماسوره، او يتحط على كيبل تري، هنا بدا يتعرض لظروف الموقع، ومن النقطة دي التيار اللي جوه الكابل بيقل عن القيمة بتاعة التصنيع. ساعتها لو انت عندك كابل عامل حسابك ان هو بيشيل 100 امبير، وان البريكر بتاعك التريب فاليو بتاعته 100 امبير، وبالتالي انت 100 100 خليت الكابل يخنق القاطع، او التيار اللي ماشي في الكابل بقى اعلى من التريب فاليو بتاعت القاطع، لا انت كده لو اقل من 100، بالتالي يبقى الكابل بتاعك ما خنقش القاطع وانت صيزت كابل غلط على القاطع بتاعك، وبالتالي لازم تاخد الدريتنج فاكتور او مجموع الدريتنج فاكتور في الاعتبار وانت بتصيز الكابل. تعالوا بينا نتعرف على الدريتنج فاكتور جوه برنامج الايكوديال بسرعه، وناخد فكره عن النقاط المهمة اللي بنتعرض لها في الحسابات. يلا بينا. هنا عندي ده حمل 60 كيلو فولت امبير، التيار بتاعه 86 امبير، فكان القاطع بتاعنا هو 100 امبير. نروح على الانستوليشن ميثود بتاعة الكابل. هنيجي هنا هنشوف اهم نوعين من انواع التركيب للكابل في الموقع. اول نوع هو الابيرنت، اللي هو بيكون بينقسم لحاجتين، الكيبل تري او كيبل لادر، والكيبل تري في منه هوريزونتال بيرفوريتد وفي منه فيرتيكال بيرفوريتد. عندي التمبريتشر، دي بتتحدد على حسب الكابل بتاعي جوه المشروع متركب في كوريدور او متركب في غرفة كهرباء اتحرك بس داخل غرفة الكهرباء من لوحة للوحة، ولا متركب في الاوت دور فوق سطح، او بيتحرك بره في الاوت دور على اوت دور كيبل تري. ودايما بنستخدم البرفوريتد كيبل تري علشان التهوية. بعد كده على الاديشنال سيتنج، الكابلات اللي على الكيبل تري ديت تاتش ولا سبيس ولا الون، يعني ده كابل ماشي لوحده. بعد كده بقول ان انا الكابل بتاعي اللي على كيبل تري دوت في جنبه 2 كيبل تري تانيين او 3 او على حسب العدد الموجود في الموقع، بالاضافه الى ان الكابل بتاعي اللي على كيبل تري ده المفروض هو جنبه كام كابل، كابل 2 3 4. الكيس الثانيه اللي بنعملها في الموقع هو ان الكابل موجود في الارض. اول حاجه سويل تمبريتشر اللي هي درجه حراره التربة، دي بتبقى موجودة في المواصفات بتاعة المشروع أو ديزاين كريتيريا، أقدر أرجع ليها لعينة تحليل التربة. أما بالنسبة للسويل سيرمال ريزيستيفيتي فهي من نص لحد 3، وكل رقم من دول قدامه فاكتور هو اللي هيتاخد في الاعتبار. على سبيل المثال هنا ده الباراجراف بتاع الكود الأوروبي اللي هو موجود جوه الايكوديا اللي هو من نص لحد 3، وهو من عند 2.5 لحد 3 بيبدا فعلا يبان عليه الريدكشن. اما القيم اللي هي من 2 لحد 1.5 فدي بنخاف نقرب جنبها علشان نسيف نفسنا اكتر، لان دي قيم بتزود التيار جوه الكابل ما بتعملش دريتنج، فاحنا بنسيف نفسنا. في طريقه كويسه جدا عملها شنايدر دي اكسبيرينس. ايه هي الطريقه؟ هي ان هو قسم التربه لانواع من الدراي لحد الفيري ويت، او من الفيري دراي لحد الفيري ويت. تقدر انت تحاول تلعب في القيم دي جوه الايكوديال اللي فوق بحيث ان يجي لك رقم قريب من اللي انت هتتفق عليه تحت هنا على حسب نوع التربه. نرجع بقى للطريقه الثانيه او الكيس الثانيه، ان انا عندي الكابل في الارض، يا اما هيبقى في كوندويت يا اما هيبقى دايركت بارد. لو في كوندويت مش هيديك هنا حاجه، بس هيقول لك ان المسافه ما بين الكوندويت اللي فيها السيركل بتاعتك واللي جنبيها قد ايه، او انت ماشي في كوندويت لوحدها او الكوندويتس لازقه في بعضيها او قريبه من بعضها. هنا عدد السيركلز اللي ماشيه جنبك او عدد الكوندويتس اللي ماشيه جنبك، لانك بتحط فرضيه ان كل كوندويت جنبك فيها
سيركت واحدة. الكيس التانية انه هو هيبقى دايركت بارد بميكانيكال من غير ميكانيكال بروتكشن او بميكانيكال بروتكشن زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وفي النهاية البرنامج بيديك بريف تحت عن الكيسز دي ورقم الكيسز بتاعتك في التيبلز بتاعت الـ IEC. هنيجي هنا اول حاجة تقع عليها عليا هي التوتال تريتنج فاكتور، وتاني حاجة عنها تقع عليها هي IZ- اللي هو طيار المصنع بتاع كاتالوج بتاع كابل 188، والطيار الحقيقي اللي هو IZ under real condition اللي هو 113 اللي هو بعد ما الكابل بيتحط فيه الظروف بتاعته. هنلاقي ان 113 اكبر من سيركت بريكر 100 امبير، يبقى كده فعلا انت الكابل بتاعك خنق قاطع والحسابات بتاعتك نجحت.